افتتحت بوهران فعاليات الصالون الدولي للسيارات في طبعته 17 الذي تميزه المنافسة في تركيب وتصنيع السيارات للعلامات التي دخلت السوق الوطنية. وتفاصيل في مراسلة بالمهدي بالمهل. المعرض الدولي لسيارات الغرب المنظم بوهران ولمدة أسبوع كامل فضاء تميز بحمل لمسة جزائرية خالصة من خلال عرض مختلف الماركات المركبة والمصنعة في جهات الوطن. احنا في هذه الطبعة دخلنا بثلاثة تاع لي فيكول دونك ان كاميون بان هادو سي دي فيكول كي سون مونتي هنا في الجزائري. الأسعار تاعنا في متناول الجميع. كما تشوف كاين اقبال كبير على السيارات اللي نسوقوها من طرف المجمع، وثاني عملنا تخفيضات فيما يخص نوعين من السيارات رباعيه الدفع. اللي ما شراش وما لقاش سياره يشريها، حنا نقول للمواطن الجزائري ارواح تزور المعرض باش تطمئن، باش تعرف باللي من على عام، من على عام ونص، من على عامين راح يكون انتاج محلي موجود مركب محليا مصنع محليا بنسبة إدماج جيدة. بعض زائري الصالون اختلفت آراؤهم حول مسألة عرض السيارات وطريقة اقتناء المنتوج. من ناحية السعر نلاحظ بأن هناك ارتفاع جنوني. كاينين غير 3 مارك ولا 4 مارك، لا ديسبونيبيليتي ما كانش. يذكر أن أكثر من 30 عارضا سجلوا تواجدهم بوهران بمعدل 12 ماركة من السيارات بمختلف الأحجام و15 ماركة دراجات نارية.